كل مسارات التفاوض بين المعارضة السورية والنظام السوري باءت إلى الفشل حتى الآن، والنظام ومن يسانده ويقف إلى جانبه يستغل هذه الفرصة لتوسيع سيطرته وتمكنه من الأرض، وبالتالي سوف تخف هذه جرعة السياسة شيئا فشيئا، وعلى المعارضين الذين طالما توقفوا عند مطالب لم يستطيعوا نتيجة إلى الوصول إليها بسبب حنكة النظام، قدرته على السيطرة على قراراته، تعددية القرار المعارض، الفصائلية التي تتحارب فيما بينها، أدت إلى أن يكون النظام قادرا على امتلاك النصيب الأوفى من السياسة والعسكرة. ثم انتهت هذه المسائل إلى النتيجة التي نعرفها الآن، وبالتالي مسار التفاوض لدينا هو الأفضل. والمعارضة تأخرت فيه، فعندما نتحدث عن ما يجري حول النقطة الأخيرة في السلال الديمستورية هي سلة الدستور، نعتقد أنها ستأخذ مجالا من التفاوض الشكلي، ثم لن يصلوا إلى نتيجة إلا بما تم التخطيط له، وما تم التخطيط له في الحقيقة ليس بيد السوريين. حتى الدستور السوري بتصوري سوف يكون هناك إنجاز أساسي وكبير لتدخل الدول المشاركة والأمم المتحدة، ثم يكون هناك شكل من التغيير الدستوري. لن ينتهي هذا إلا في عام 2021، عندها يبدأ الحل السوري ويبدأ المسار من أجل تخفيف التوتر وتخفيف الاحتقان لبداية شكل جديد لسوريا الجديدة. أنا أراه هو شكل من أشكال الاستعراض للحل السياسي لتأخير اتخاذ القرار النهائي، وبالتالي لم يكن أمام المعارضة إلا أن تلتف حول آخر قضية بين يديها بعد أن خسرت الأرض وخسرت كل المواقف السابقة لها. عليها الآن أن يعني تتوجه بالنقطة الأساسية المطلوبة لها، وهي الحل الدستوري. هنا مراجعات الدستور وبنود الدستور وتشكيل لجنة دستورية أيضا تبين أنهم يريدون السيطرة من خلال اللجنة الدستورية على فقط مواقع يحضرونها، بدليل هذا الصراع على تشكيل من يذهب إلى اللجنة الدستورية من المعارضة، كأنه هو النصر الوحيد الذي يريدون تحقيقه، وهذا آخر الإنجازات، وهذا شيء لن يتحقق أيضا. وبالتالي بالنسبة لروسيا، للنظام قبل هذه الورقة في هذه الأثناء، هو شكل أشكال إعطاء الوقت لأن يتصرفوا على الجانب الآخر لإنهاء الفصائل الموجودة في المناطق التي يشعرون أنها الآن باتت قيد السقوط، كما يحصل الآن في درعا. فالآن بقي أمامهم أن يتواجهوا مع مشروعين، المشروع الموجود في الشمال السوري وإدلب، والمشروع الموجود في شمال شرق سوريا، وهو هذا المشروع الذي ساهم بطرد داعش. هذا عليهم أن يتواجهوا معه في اللحظات القادمة، ونعتقد أنه يجب أن يوضع له شكل من أشكال الحدود السياسية التي تنتهي من خلالها بشكل آمن لسوريا. وكما طرح الرئيس الأسد، قال بالنسبة للشمال السوري الشمال الشرقي أن على قوات سوريا الديمقراطية أن يعني تنتظر إما التفاوض وإما المواجهة العسكرية. بالأصل نحن مؤمنون بالحل السياسي، وبالتالي عندما قال هذا الكلام تحصيل حاصل، نحن كان جوابنا نحن مع التفاوض أصلا، ولم نكن في لحظة من اللحظات بصدد المواجهة بيننا وبين الجيش السوري. ولكن يجب على السوريين جميعا بكل تصنيفاتهم بكل مواقعهم أن يتواجدوا في اللجان الدستورية. العملية التي جرت أن المعارضة استثنت هذه الجهة التي نحن فيها، مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، ودائما تم استثناء هذه المنطقة من الحوارات منذ جنيف 2، رغم محاولتنا للتفاوض معهم على أننا جزء معارض مشترك،
ويمكننا أن نرسم السياسات، إلا أن العنجهية الموجودة لدى الرؤوس المعارضة في تلك الفترة رفضت القبول بأن نكون جزءا من المشاركين في التفاوض، والآن هم يرفضون أن نكون جزءا من المشاركين في التفاوض على شكل اللجنة الدستورية من يمثل، وعلى الإنجازات التي يمكن أن توضع في الدستور القادم. لذلك أعتقد أنهم ذاهبون لوحدهم، وبما أنهم ذاهبون لوحدهم فهم ذاهبون إلى فشل، وسيكون إنجازهم كما أنجزوا في بقية جنيفات التي الثمانية التي اجتمعوا فيها ولم يحققوا إنجازا، ثم ذهبوا إلى أستانا، وأستانا قادت بهم إلى خفض التصعيد، وخفض التصعيد يعني تقسيمهم إلى مواقع ليسقطوها شيئا فشيئا حتى هذه اللحظة. إذن هذا شكل من أشكال التلاعب بهم مرة أخرى باسم الدستور، وهم لا يستطيعون أن يقفوا على قرار واحد من خلاله يستطيعون أن يجمعوا الرأي السوري بمواجهة النظام حتى يصلوا إلى دستور موحد حقيقي. أما آليات الدستور التي ننشدها فهي التعديلات الأساسية لمنصب الرئاسة ودورها والمجال والدور التنفيذي الذي تأخذه بعض المواقع، يجب أن يتوزع على السوريين في مواقعهم حتى لا يكون هناك تغول للمنصب الرئاسي على حساب الدولة وتغول للدولة على حساب المجتمع. ثم هناك دور للمجلس التشريعي يجب أن يتغير عن الدور السابق له الذي هو مجرد التصفيق، يشارك بفعالية، وأن يأخذ الجسم القضائي دوره الحقيقي ليصبح جسما يستحق التواجد وفرض القرارات ورفض الإملاءات. هذا كله جزء من النظرية الدستورية الحقيقية التي تؤمن بفصل السلطات. هذا كل ما ننشده، إضافة إلى أن المكونات التي أصابها من المظلومية ما أصابها يجب أن ينظر الدستور القادم إلى حقوقها وحقوق المناطق التي أيضا كانت مظلومة، وهي التي تنتج الغلال وتنتج يعني الذهب الأسود والذهب الأصفر وما إلى ذلك، ثم لا يستفيد منه إلا الفتات، وتجد أن هذه المناطق فقيرة معدمة والمناطق الأخرى تستطيع أن تقف على أقدامها وتترفه على حسابنا وحساب هذه المناطق. يعني من يستثني مجلس سوريا الديمقراطية ويعني الإدارة الذاتية التي حققت السلام والأمن الأهلي وحققت التعايش بين أبناء المنطقة وأعطت رؤية عظيمة جدا لأخوة الشعوب وتطرح المسألة الديمقراطية بطريقة متميزة، إذا لماذا لا نستفيد من هذه التجربة؟ نحن إذا استثنينا فإذا الاستبداد باقي لأنه موجود بالطرفين، لم نجد أن الجماعة التي انشقت عن النظام أو توجهت بالمعارضة له هي جماعة ديمقراطية، هي جماعة يمكن أن تعطي صورة لسوريا المستقبل. إذا بدون هذه الجهة التي نمثلها ستكون سوريا على الوجه الذي كانت عليه، فنكون يعني كما بدأنا انتهينا ولا لم نغير شيئا. إذن بدون مشاركتنا لا قيمة لكل الإنجازات التي يمكن أن تحصل لاحقا. التركي هو احتلال، وبالتالي من واجب الدولة السورية الآن وفي المستقبل أن تطالب بإخراج هذا الاحتلال وأن تواجهه بشتى الأساليب وأن تواجه من يتعامل معه. الخيانة هناك، عندما يكون هناك مساعدة للمحتل فهناك خيانة، ولا داعي لكل المفردات الأخرى الدينية أو القومية أو ما إلى ذلك من ادعاءات. نحن سوريا أرض محتلة، يجب أن تستعيد كل شبر فيها محتل، وعلينا أن نواجه هذا المحتل وعلى النظام الحالي والقوى المؤمنة بالدفاع عن مناطقها أن تتوجه يعني باتجاه واحد لتحرير هذه المناطق. بالتالي أي تفاهم وأي اتفاق يجب أن يكون على أرضية أن السلاح للتحرير يجب أن يتوجه إلى عفرين أولا، لأنه بدون هذا الاتفاق لا أعتقد أننا أنجزنا أيضا شيئا. علينا أن نؤمن بأن صناعة الدستور الجديد هو الأساس الأول الذي يحفظ السلم الأهلي، لأن الدستور عليه أن ينجز أو يحل المشكلات السالفة ويضع لها حلول في مواد دستورية حتى لا تعود وتسبب إشكالات لاحقة.
ثم من خلال هذه الأرضية على الجميع أن يتفقوا على أن سوريا جديدة يجب أن تلد، لا نبقى على الحال الذي سبق، لا السيطرة الأمنية ولا السيطرة الاستبدادية لحزب واحد ولا سيطرة القائد المفدى وما إلى ذلك من تسميات، أن يكون هناك علاقات قانونية بين كل الفئات وبين كل الجهات وكل المراتب في الدولة. إذن هذا هو المطلوب دستوريا والمطلوب جماهيريا، الناس تستوعب أنها أمام حالة جديدة بعد أن استوت من الحرب وبعد أن عانت من الحرب، عليها أن تتعلم الآن كيف تبني السلام. نحن في مجلس سوريا الديمقراطية أبدينا دائما انفتاحنا على الحل السياسي، ونحن باتجاه المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية الذي سيرسي ويرسم معالم المرحلة القادمة التي فيها كثير من التعديلات والتغييرات. أولا التي تنظم العلاقة بين المناطق التي تم تحريرها من داعش إداريا، ثم أنها تشكل مظلة سياسية لهذه المحال من خلال هذه المظلة سواء كانت إدارية أو عسكرية. نحن نتوجه بالحل السياسي لمن يمد له يده لنا بالحل السياسي، وأكيد ليس فقط اليد، نحن قلوبنا مفتوحة من أجل أن نساهم في بناء سوريا جديدة. فعلى كافة السوريين المحترمين الذين يريدون الاستقرار لسوريا أن يتبنوا معنا رؤية جديدة للبناء والإعمار والاستقرار.